Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the course of the day, we will talk about the question words and the wh questions. When it comes to asking questions in English, there are two main types of questions. There are questions that we can answer with yes or no, and there are questions that we can answer with specific information. For example, there are questions that we can answer with information about time, or about place, or about manner, or about cause, about choice, and so on. فيما يخص طرح الأسئلة باللغة الإنجليزية يمكن أن نميز بين نوعين أساسيين هناك أسئلة مباشرة يكون الجواب عنها بنعم أو لا وهنالك أسئلة أخرى يكون الجواب عنها مثبت بتحديد المكان أو الزمان أو السبب أو الشخص الذي قام به في ما أو كذلك طول شيء أو حجم شيء أو المدة الزمنية أي يكون الجواب بإضافة معلومات حول شيء ما في الدرس السابق تحدثنا عن الأسئلة المباشرة التي يكون الجواب عنها نعم أو لا في هذا الدرس سوف نتحدث عن الأسئلة التي يكون الجواب عنها بمعلومات إضافية أي بمعلومات حول الشخص الذي قام بفعل ما أو المكان أو الزمان وإلى آخره So let us get started First we start with the definition أي سنبدأ بتعريف Question words are words that we use in the beginning of each question to ask about time, place, people, thing, choice, reason, method, number, quantity, length and the likes بالدول العربية question words أي أدوات الاستفهام هي كلمات نستعملها في بداية السؤال وذلك لنسأل عن معلومات مرتبطة بالمكان الزمان الشيء الاختيار السبب طريقة فعل شيء ما عدد شيء ما كمية شيء ما طول وإلى آخره أدوات الاستفهام في اللغة الإنجليزية هي كالتالي who where when why which how وأدوات أخرى مرتبطة بكلمة how أو مشتقة من كلمة how بالنسبة لاستعمال هذه الأدوات، نستعمل هو حينما نسأل عن الأشخاص، بينما نستعمل where حينما نسأل عن المكان، ونستعمل وين حينما نسأل عن الزمن، وwhy حينما نسأل عن السبب، وwhich حينما نسأل عن الاختيار، ثم how نستعملها حينما نسأل عن الكيفية، وكيفية القيام بشيء. وترجمتها باللغة العربية، هو تعني من، where تعني أين، when تعني متى، why تعني لماذا، which تعني أي وhow تعني كيف. في هذا الشريط سنتطرق لهذه الأدوات على حدة وسنقوم بصياغة أسئلة مرتبطة بهذه الأدوات لإعتماد على عدة أمثلة أولا لنلاحظ المثال التالي You watch television ماذا لو كنت أرى بطرح سؤال مرتبط بهذه الجملة وذلك بالاستعانة بأداة الاستفهام why التي تعني لماذا أريد أن أسأل السؤال لماذا تشاهد التلفاز هل يمكننا صياغة الجملة على النحو التالي Why you watch television؟ هذا الجواب خاطئ، لا يمكننا أن نستعمل جملة affirmative في السؤال، أي أن السؤال يجب أن يكون سؤالاً interrogative قبل أن أضيفه question words، وكما رجع لهذا، حينما نتحدث عن جملة في اللغة الإنجليزية، هنالك ثلاث أنماط رئيسية، هنالك نمط ال affirmative، نمط ال negative، ونمط ال interrogative، عند صياغة سؤال في اللغة الإنجليزية، يجب أن تكون الجملة interrogative. قبل إضافتها الـ question words أي يعني قبل إضافة أداة الاستفهام إذا إذا أردت صياغة سؤال كذا من الجملة ألا يجب أن أختار نمط الـ interrogative وللتفريق بين هذه الأنماط الجملة التي لدينا أعلى you watch television هذه جملة affirmative والجملة negative التي يمكننا صياغتها إن كلاكن هذه الجملة هي you don't watch television أما النمط الانتروغاتيف يمكننا صياغة جملة على النحو التالي do you watch television القاعدة الأساسية عند صياغة أو عند استعمال الـ question words أي أدوات الاستفهام في جملة يجب أن تكون الجملة interrogative ثم نقوم فقط بإضافة الـ question word في أول الجملة والتغيير في المعنى يغيره الـ question word أي جملة أصلية تبقى كما هي وعند تغيير الـ question word يتغير معنى السؤال لنلاحظ بعض الأمثلة انطلاقا من السؤال هذا يمكن صياغة ثلاث أسئلة أخرى والتي يكون الجواب عنها إما بتعبير عن السبب أو المكان أو الزمان. وهذه الأسئلة هي كالتالي: why do you watch television? where do you watch television? و well, when do you watch television? في هاته الأسئلة نقوم فقط باستعمال أداة الاستفهام في أول جملة ثم نضيفها صيغة الـinterrogative من الجملة. ومعنى هاته الأسئلة هو كالتالي: why do you watch television? لماذا تشاهد التلفاز؟ where do you watch television? أين تشاهد التلفاز؟ When do you watch television? متى تشاهد التلفاز؟ هنا نحافظ على نفس صيغة السؤال بالنسبة للجملة فقط الاختلاف يكون في الـ question word أي في أداة الاستفهام وهذه هي القاعدة العامة فيما يخص ال question words لكن هنالك بعض الـ exceptions أو بعض الحالات الخاصة التي سنتحدث عنها في هذا الشريط لكن قبل ذلك لنقوم بتمرين بسيط نستثمر فيه ما تعلمناه لحد الآن لنقم بصياغة أسئلة انطلاقا من الجمل لا ولكم بصياغتها باستعمال أدوات الاستفهام why, where و when. كل ما عليكم فعله هو صياغة سؤال مباشر ثم إضافة كلمة why أو where أو when في أوله. الأسئلة التي يمكننا صياغتها انطلاقًا من كل جملة هي كالتالي: why does she cook dinner? Where does she cook dinner? When does she cook dinner؟ بالنسبة للجملة الثانية: why is the student studying English? Where is the student studying English? When is the student studying English? وبالنسبة للجملة الثالثة Why did Selma watch a classic movie? Where did Selma watch a classic movie? وأخيرا When did Selma watch a classic movie? إذن في القاعدة بسيطة فقط نستعمل ال question word في أول جملة ونضيف سؤال the interrogative sentence لكن عند استعمال بعض ال question words يجب الأخذ بعين الاعتبار معنى الجملة على سبيل المثال إذا أخذنا نفس الجملة آلة وعرضنا صياغة سؤال بالـ question word what هل من العادي أن أقول what did سلمى watch a classic movie؟ هذا السؤال ليس له أي معنى لكن يمكن أن أطرح السؤال التالي what did سلمى watch؟ لماذا شاهدت سلمى؟ أما بالنسبة لي how يمكن استعمالها مثلها مثل غيرها يمكن أن أقول how did سلمى watch A classic movie. وهنا أسأل عن الطريقة التي قامت فيها سلمى بمشاهدة الفيلم الكلاسيكي والآن لنمر لبعض القواعد الخاصة وهذه القواعد مرتبطة بالكواش question words هو، which، whose والأدوات الأخرى المشتقة من هاو لنبتدئ به هو هو تستعمل للسؤال عن الشخص الذي قام بشيء ما أي نستعملها للسؤال عن الفاعل وعند صياغة سؤال باستعمال هو تأخذه محل الفاعل في الجملة لنكتبها في الجملة على أساس أنها فاعل ثم يديها الفعل، ثم يديها المفعول به على سبيل المثال Who is your teacher؟ وتعني من هو أستاذك؟ Who is this boy next to you؟ من هو هذا الشخص بجانبك؟ إن في هذه الأسئلة أبتدئ به وأستعمل وراءه الفعل ثم يليه المفعول به بالنسبة لـ which عندما نستعمله في الجملة أقوم بإضافة اسم لنحدد الشيء الذي نسأل عنه قبل إضافة الـ interrogative question على سبيل المثال which book do you like؟ هنا كلمة book قمنا بإضافتها لنحدد يعني أي الكتب نسأل عنه أي which book؟ أي كتاب؟ which boy؟ which school؟ which teacher؟ ثم نضيف على interrogative sentence بالنسبة لكلمة whose whose تستعمل لطرح سؤال مرتبط بالملكية عندما أسأل لمن هذا؟ من بالك هذا الشيء واستعمال هوز يتشابه شيئا ما مع استعمال which يجب أن نقوم بذكر النون أي شيء الذي نتحدث عن ملكيته قبل إضافة ال interrogative sentence كمثال Whose car did you see؟ لمن تلك السيارة التي رأيتها؟ أو من هو مالك تلك السيارة التي رأيتها؟ الآن نمر للحالة الأخيرة وهي أدوات الاستفهام المشتقة من كلمة How ونلك العديد من أدوات الاستفهام التي يمكننا صياغتها انطلاقا من كلمة How وتكون إما بإضافة الفعل to be أو بإضافة adjective بعد how ويكون السؤال هنا مرتبط adjective لنمر لبعض الأمثلة أولا عند استعمال الفعل to be مع أداة الاستفهام how يكون السؤال عن حالة الشيء على سبيل المثال how are you تعني كيف حالك how is it كيف حالها لا يمكن أن نسأل عن أي شيء سواء كان إنسان أو عن جماد أو عن حالة شيء ما بسبب عامة ما نضيف كلمة much أي الـ ماتش much لأداة الاستفهام how فإننا نسأل عن الكمية وبالضبط كمية شيء ما يمكن أن يكون مرتبط بالثمن أو الوزن أو الحجم أو إلى آخره. how much is the t-shirt يعني كم ثمن هذا t-shirt؟ how old نستعملها لطرح سؤال مرتبط بالسن لنقول يعني how old are you؟ كم سنك؟ how many نستعملها كذلك للسؤال عن العدد؟ على سبيل المثال how many friends do you have؟ كم عدد الأصدقاء لديك؟ How long is that rope? How fast is light? How large is this classroom? وإلى آخرها هنا من how رفقة adjective فإن السؤال يرتبط بال adjective عندما أقول how long تعني ما مدى طول how large ما مدى شسات وإلى آخره بلأنكم بتمرين بسيط لاستثمار درس اليوم في الشاشة تلاحظون صورة لشخص يتواجد في مكتبة قوموا بصياغة أسئلة مرتبطة بالصورة انطلاقا مما تعلمتموه أي أسئلة مثل أين هو هذا الشخص؟ ما الذي يحمل في يده؟ لمن ذلك الكتاب؟ ما الذي يوجد في المكتبة؟ وإلى آخره من الأسئلة. هذا كل شيء فيما يخص درس اليوم. هنالك ملاحظة واحدة فقط. حين استعمال الـQuestion words يمكن استعمالها لطرح الأسئلة. لكن هنالك استعمال ثاني لها وهي كأدوات للربط. وهي ما نسميه بضمائر الوصل أو ضمائر الربط. شكراً على تتبعكم وأراكم في الشريط المقبل إن شاء الله.